أنا تيمور صلاح الكاتب، بس أنا دلوقتي كبير راجل ومال وهدوم. الحماية دي أنا فاكرها كويس قوي، كانت حماية العيد، عيد الكحك. كان عندي 3 سنين، أمي كانت متغاظة من أبويا علشان وافق يجيب لي في العيد بدلة الضابط اللي كان نفسي فيها، كانت شايفة أنها حركة بلدي قوي. بس أبويا ما كانش يقدر يكسر لي كلمة، وطبعا أمي عمرها ما كسرت لأبويا كلمة، مفيش راجل عندنا تكسر له كلمة. العيد السنة دي ما جاش عشان أبويا وأمي بطلوا صيام، ولا عشان جبنا كحكة بسكر. العيد السنة دي جه لما طنط تحية جارتنا رقعت بالصوت وجريوا بيها على المستشفى. العيد جه علشان شفيقة جت الدنيا. شفيقة جابت معاها العيد وجت. إيه ده، دي فتحت عينيها؟ فتحت عيني على الدنيا، لقيت تيمور دايما بيبصلي وعينيه مليانة حب، وفضلت بصة عيني دي هي الحاجة الوحيدة اللي بتحسسني بالأمان. أفتح؟ فتح. دي عشان يا تيمور؟ أيوة، دي هداية عيد ميلادي. ومن يومها الدنيا كلها بتحتفل بعيد ميلادي في يوم، وتيمور لوحده في يوم تاني. يا ولاد تعالوا كلوا الكحك. اسم أنت الميمون كان عامل مشكلة كبيرة لشفيق، مع إنه كان طيب قوي، بس كمان ما حدش قال له يسمي شفيق على اسم مامته. مش كفاية هو وانتي شفيق ميمون إدريس؟ ميمون؟ وده من إيه يا حبيبتي؟ أدب يا ولاد. وفي يوم دخلت شفيق على باباها وهي بتعيط، وقعدت تتحايل عليه إنه لازم يغير اسمه لحد ما وافق. ويوم ما كان رايح السجل المدني القدر لعب لعبته، ما فضلش شفيق أو مامتها راجل في الدنيا غيري، بالذات بعد ما ابويا انا كمان حاصل ابو شفيق. بس المشكله ان شفيقه فضلت شفيقه ميمون ادريس رغم محاولاتها المستميته انها تغلوش على موضوع ميمون ده. ايه ده مين اللي شفيقه ركبت معايا ده؟ ده تيمور. حد يعرف شفيقه وما يعرفش تيمور؟ ده صاحبها، بيحبوا بعض من هم صغيرين. شفيقه وتيمور دول حاجه زي روميو وجولييت، كليوباترا وانطونيو. يا ابني رامز ده زميلي ومفيش بيني وبينه اي حاجه. اولا انا ما اسميش يا ابني، انا اسمي تيمور. بطل تصلح لي كلامي كده طول الوقت كانك بتربيني. قلنا الاولى على الجمهوريه وتدخلي جامعه خواجات ماشي، لكن مياصه بقى ومرقعه وهق ومق وطبله وشخنيره الكلام ده ما يصحش. ايه يا تيمور، انا لو عايزه اتميص قدامي طول الاسبوع اتميص فيه، انت بتبقى في كليتك واقدر اعمل اللي انا عايزاه، بس انا بحترمك في غيابك وفي وجودك، وعمري ما هتميص على حد غيرك. حلو، عمري ما هتميص على حد غيرك، دي عجبتني. خلاص بقى ما تبقيش وحشتيني. يا سلام، هو انت عايز كل حاجه تمشي على مزاجك؟ انت اللي تقرر انت نتخاصم، وانت اللي تقرر انت نتصالح. مش الراجل يا بنت ولا ايه؟ على نفسك مش عليا. ده عليكي وعليكي انت بالذات كمان. طب بذمتك ينفع ابقى راجل حد تاني غيرك يا شفيقه؟ ايوه كده. انت كمان وحشتني. بس لا رامز ولا اي ذكر خلقه ربنا يتقال له اكتر من صباح الخير، ومش كل يوم كمان. طب روحني بقى دلوقتي حالا، يا اما هنزل اخد تاكسي. شفيقه من فضلك، احنا في الشارع. شفيقه يا ويت، مش كنت وفرت الشياكه دي لليوم اللي تجيني فيه تطلب شفيقه؟ جرايه توح، ما تتقالش شويه بلاش الدلقه دي، لا افتكر بنتك معيوبه ولا بايره. ايوه طبعا، ما هي هتبور فعلا لو انت ما اتجوزتهاش. هو في راجل يا تيمور في الدنيا يجرؤ يقرب من شفيقه؟ طب دي بتاعتك من يوم ما وعيت على الدنيا. مش هي اللي قالت مش عايزه تتجوز الا لما تخلص جامعه؟ خلي الجامعه بتاعتها تنفعها بقى. يا سلام،
واشمعنى يعني دي اللي انت معودها فيها؟ ده انت ممشي كلامك على رقبتها، ده انت قربت تمشي على رقبتي انا كمان. امشي كلمتي عليها في اي حاجه توحى الا الموضوع ده، ولعلمك انا مش هعمل كده الا لما تكون هي عايزه كده زيي واكتر مني كمان. ما تخلينيش اقول لك كلمه ابي حمال. الله، يعني بعد ده كله مش عايزه؟ قالت لما تخلص جامعه ولا ما قالتش يا توحى؟ قالت، بس مو احنا بنات، عايزك تتحايل عليها شويتين. وانا بقى ما بتحايلش، احنا رجاله ولا مؤاخذه؟ تعرف يا تيمو، ساعات يا ابني بحس كده انك معيني الشاويش بتاعك عشان احرس لك شفيقه. وفي شاويش برضو يقول للظابط بتاعه يا تيمو؟ الله، جرى ايه؟ ده انا كنت بغير لك كوافيلك وانت صغير، مامتك كانت بتقرف. مش هخلص انا من الاسطوانه دي بقى. قاعد على قلبك ومربع قديم، شوفي حاجه جديده. خناقه جديده. انا جاهز، يلا بينا. نهار اسود، ايه اللي انت لابسه ده يا شفيق؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ بدله وكرافته؟ انا قايله لك احنا رايحين عيد ميلاد في بيت، مش فرح في الشيراتون. ولما هو عيد ميلاد في بيت، ايه اللي موديكي بالمايوه يا شفيق؟ انا مش لابسه مايوه يا تيمور. ده بالنسبه لي مايوه يا شفيق، وده بيتلبس ويتخرج بيه وانا في الكليه ولا ايه ان شاء الله؟ جرايه توحه، لو النعمه دي اول مره تلبسه ما تتكلمي يا فيفي. وانت في كليتك؟ انا ما بروحش غير الجامعه، وده مش لبس جامعه. ده لا هيتلبس ولا وانت لوحدك ولا وانت معايا. عايزاني اقول للناس ايه؟ امشي بيكي في الشارع ولا في عيد الميلاد اقول لهم اتفرجوا على الموسى اللي في ايدي؟ بس يا ماما، تيمور واتش يور لانجويج. كلميني عربي وحياه عمو ميمون. ايه وشك هيقلب ليه؟ بلاش كلاكيع، امك ومش غريبه وعارفه ان ابوك اسمه ميمون. الله يرحمه. بقول لك ايه؟ قدامك حل من الاثنين يا شفيقه، يا تدخلي فورا ومن غير نقاش تغيري المسخره اللي انت فيها دي، يا اما ورحمه ابويا وابوكي ما هتعتبي بره باب اوضتك. دي مش حمشانه طالب في كليه الشرطه، دي حمشانه لواء. في ايه تاني في الفنجان يا توح؟ اقعد على قلبك مربعه. دول هيبقوا حلوين على بعض، عندك جاكيت سبور يليق عليهم؟ كان عندي هنا جاكيت حلو قوي، استنى اشوفه كده. يا جاكيت، يا جاكيت. طب يعني لما مامتك تدخل وتلاقيك بتدور بقلب كده يبقى المنظر حلو قوي. وايه المشكله؟ هي اول مره ما هي مقفشتنا، ده احنا مسجلين خطر جاكيتات. يا جاكيت انت فين يا جاكيت؟ ايوه يا طن. الانسات وسيدات اعداء جمعيتنا الموقرة. أعداء إيه وموقرة إيه يا طن؟ اسمها أعضاء جمعيتنا الموقرة. أصل أنا يا فيفي من زمان، من أيام ما كنت في الإيكول، يعني كنت ضعيفة شوية كده في حبة حروف. بقولك إيه؟ ما تشيلهم لي من السبيتش بتاعي. مش كفاية الوقت اللي بتضيعهولي في صياغة خطبك العصماء؟ كمان عايزاني أعدلهم لك يا طنط مديحة؟ بصي بقى، النظام ده مش هينفع من هنا ورايح، انا عندي مذاكره كتير جدا، معلش شوفي لك حد غيري. اخس عليك يا فيفي، انا ما اقدرش اتمن اي حد على سري ده. انت عارفه تمام الهيله كده سعادتك، ولا تيجي تنقي جاكيت تاني في الدولاب جوه؟ مساء الخير. مساء الخير يا تيمور بيه. نثبت بقى شويه ولا ايه؟ ايه يا تيمور، ما فيهاش حاجه. اهلا، ميرسي يا مي. شكرا يا انسه مي، وكل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا تيمور، انجوي عن اذنك. جميل. مش معقول يا تيمور، دي المره ال 14 تقول لها كل سنه وانت طيبه فيها. انا ما اعرفهاش عشان اقول لها حاجه ثانيه، بعدين انا زهقت. يلا نمشي. نمشي يا تيمور، حرام عليك، ده احنا لسه جايين. مش عملنا الواجب يا شفيقه، وبعدين انا صدعت، ما اعرفش حد غيرك هنا، اعمل ايه؟ خلاص خليك معايا. طب ما تتعرف علينا يا معلم. ده الحلو رامي ودنه من بدري بقى. تيمور رامز. عارف. أهلا. وأنا كمان عارفك، مصل شفيقة ملهاش كلام غير عنك. ويا شفيقة ليها كلام معاك أساساً ولا إيه؟ والله شفيقة بتحكي للبنات والبنات بيحكوا لي. البنات بيحكوا لك حبيب قلب البنات. هاي شفيقة. هاي. إيه يا فيفي، مش تعرفينا؟ تيمور، دينا معايا في الكلية. أهلاً يا أنسة دينا، وكل سنة وحضرتك طيبة. أنت طيب. الله، الميوزك هنا اتجنن، ما تيجوا نرقص. يلا شفيقة نرقص. لا أنا هرقص مع تيمور، تعال. يلا شفيقة نرقص. يلا يا رامي. ركع
ركز في الرقص يا تيمور. وانا من امتى برقص يا شفيق؟ المهم ركز دلوقتي. مالك من قش كده ليه يا معلم؟ الرقص بيبقى كده اهو. سوري يا رامي، سوري. الرقص بيبقى كده اهو. ايه يا تيمور؟ بص يا شفيق، انت قاصد بقى يا معلم. ما انت نبيها بقى يا معلم. يا نهار اسود تيمور، زي ما انت مكانك. كفايه يا تيمور، كفايه بقى. شفيقه نو كفايه بقول لك. استنى اما ادخل معاكي، مش سواق حضرتك انا. انت كمان بتزعقلي، مش كفايه اللي عملته؟ وطي صوتك، احنا في الشارع. والله واخد بالك قوي احنا فين وبنتصرف ازاي. طب من باب اولى كنت خدت بالك من تصرفاتك واحنا هناك؟ كنت عايزاني اعمل ايه؟ احزمك واقف اسقف ولا اجيب طبله واطبل لكم؟ لا، كنت عايزاك تفكر في منظري قدام زمايلي، اوريهم ازاي وشي في الجامعه بعد الفضيحه دي. ومنظرنا والواد المايس ده بيشدك من ايدك وعايز يرقص معاكي، واخده معاكي راجل ولا هاند باج؟ الرجوله مش بالضرب، ما ينفعش يبقى دراعك سابق مخك كده على طول. والله انا طول عمري كده بقى ومش هتغير، ولا انت لسه متعرف عليا في الحفله؟ يا ولاد تعالوا اتخانقوا هنا، مش كل مره صح الجيران. والله انا بعرف احافظ على منظرك كويس قوي. لما هو باين بأمرت، ما كنت عايزين اسيب الواد المايس بتاعك ده شدك من ايدك وترقص معاكي وانا واقف دش جنبك. تيمور انا ما اقبلش منك الكلام ده. انا اقول اللي انا عايزه، مش هتعدلي على كلامي يا شفيق. وانا من حقي ما كلام ما يعجبنيش اعترض. وانا لما تصرفاتك ما تعجبنيش مش هسكت. انا ما بتصرفش تصرفات غلط يا تيمور، انا بعرف احترم نفسي واحترمك كويس قوي. انا اللي غلطان من الاول اني وافقت على عيد ميلاد اوديه لك في شويه عيال ما استويتش كلها كده عماله جايه تقول لي طب مش ليله وانت بتعمل كده. كده انا بقول من غير لا الواد بيفرق لي الكلام احسن يا تيمور. مخنوق عامل ايه يا شفيق؟ لا انا كبرت بقى تيمور مش هتعملها. الله، حلو قوي يا توح، بس تقيل شوية. طبعا مش معمول بالسمنة البلدي يا اختي، الشهر يجري بسرعة. لا دي قهوة تيمور، انا وانت الدور الجاي. لا هو انت اي لا وخلاص. قهوتك يا حبيبي. تسلم ايدك يا توح. الكلام بالعقل، ونستهدى بالله ونصلي على النبي، احنا في ايام مفترقة. عليه افضل الصلاة والسلام يا ستي. دلوقتي تيمور انت من يوم عيد ميلاد مي وانت محرم عليا الخروج خالص، ولا حتى زور صاحباتي البنات، صح؟ وانا سمعت كلامك ومن يومها من البيت للجامعة ومن الجامعة للبيت كده ولا لا؟ شفيقة انا قلت مفيش شغل يعني مفيش شغل. مش احنا متفقين ان انا هشتغل لما اخلص جامعة؟ بعد اما تخلصي جامعة، اديكي قلتيها، انت لسه بتدرسي. وتفرق في ايه ما دام المبدأ موجود؟ بعدين الشغل ده جاي لي من الجامعه ومع اليونايتد نيشنز، وليه علاقه بدراستي يا تيمور؟ انا ببقى شايل همك وانا محبوس في كليتي وانت في الجامعه لوحدك، لا عارف مين بيعكسك ولا مين بيضايقك. انا ناقص بقى شغل وزميلي ورئيسي ومديري ونيله. ليه وانا عيله؟ انا بعرف اصد كويس قوي اللي بيعكسني. عكسك مين ده اللي بيعكسك؟ ناس يا تيمور، ناس معرفهمش. وبعدين كل البنات بتتعاكس، في بقى اللي بتستجيب وفي اللي بتصد. بس انت بقى لو مش واثق فيا ده موضوع تاني. الغباوه هتشتغل ولا ايه؟ طبعا واثق فيكي. يبقى ما ينفعش تحبسني في ام وما تخرجنيش منه غير ورجلك على رجلي. انا حابه دراستي يا تيمور وحابه الشغل اللي معروض عليا. اذا كنت انت بتحبني زي ما بتقول، يبقى المفروض تبقى حابب شخصيتي وتساعدني على ان يبقى لي كيان وكارير، مش تلغيني. امر واقع هو بقى، يا اما وافق على الشغل يا اما ابقى بلغي شخصيتك وما بحبكيش، مش كده؟ انا بقى ما بيتلويش دراعي يا شفيقه. اتفضلي. انت رايح فين يا تيمور؟ تيمور ما خلصناش كلامنا. في ايه يا فيفي؟ صوتكم عالي ليه؟ شفتي ابنك يا طنط؟ وكمان هو اللي عامل لي فيها مقموص. بس مش هتلاقي حد ابدا بيحبك انت. انا معروض عليا فرصه حقيقيه اني يبقى لي كارير بجد، والكارير اللي انا نفسي فيه. ما ينفعش تنازل يا طنط مديحه. صح ومليون صح كمان. خليكي ورا بقى لحد ما يوافق. اوعي تتنازلي عن حقك. ما تعمليش زيي. انا زمان سبت ابوي يتحكم فيا، كبتني وقتل طموحي، ولو انه مسح شخصيتي من الاول كان زماني دلوقتي على الاقل بقيت سفيره. النبي يا طنط بلاش نخ انت كمان، سفيرتي ايه وبتاعي؟ احنا دافنينه سوا. التفكير ابو مخ نضيف يقول ايه؟ انك توافق. توحة انا ما يتلويش دراعي يا توحة. معاش ولا كان يا ضنايا اللي يلوي دراعك. يا غبي شفيقة بتحبك. طب دي ما رضيتش ترد على البروفيسور بتاعها غير لما انت توافق. وبعدين انت لو رفضت يا حبيبي دلوقتي هتعتبرك بتلغي شخصيتها وتنقح عليها قضية المرأة وصداع لا اول له ولا اخر. ما قلت لك امك ما بتعرفش تعمل كنافه. لكن انت بقى يا حبيبي لو وافقت هتكسب بنت اولا
قول لي ازاي؟ ما تظلمنيش يا توح. هتعتبر ان الموقف اللي انت عملته ده في منتهى الرجوله. وبعدين يا تيمو يا ضنايا، اي حاجه مفيده تتلهي فيها بدل ما هي طول النهار قاعده في البيت وانت في كليتك. يعني انا هقضي بقيت عمري في كليتي؟ هاكلها كام شهر واتخرج؟ ما هو طبعا ما انت هتتخرج وتشتغل، وانت يعني هتفضل قاعد لها؟ مش طالبه عكننا يا تيمو. العيد بكره يا ضنايا. كل سنه وانت طيب. انت طيب بس برضه يا تيمور انا لسه مصر ان المفروض تروحي تستلمي شغلك ده امتى؟ موافق. بحبك يا تيمو. ساعات بحس ان شفيقة دي بنتي، بخاف عليها قوي. وانا كنت خايف عليها لما كنت رافض حكايه الشغل دي، لا قاصد الغيها ولا اي هبل من الكلام اللي كانت فاكراه. لدنيتي في حد يلغي دنيته؟ كنت مبسوطه لما تيمور اتخرج يمكن اكتر من يوم ما انا نفسي اتخرجت. اصل ما ينفعش بدله الضابط تليق على حد غير تيمور. راجل يعني تيمور، واي راجل في الدنيا بالنسبه لي غير تيمور ما اسموش راجل. عمر ما اي بنت او ست مهما كانت جميله ملك دماغي ولا لفتت نظري. اصل هبص لاي واحده ازاي وانا بحب شفيقة؟ ازاي ممكن اشوف اي واحده حلوه وانا معايا احلى حاجه؟ ادخل. صباح الخير يا فندم. ابشر يا تيمور. والله يا فندم انا ما بيقلقنيش غير ابشر دي سعادتك. ليه بس؟ طبعا انت عارف ان معالي الوزير ناوي ياخد كام يوم اجازه مع الاسره. تمام سعادتك يا فندم، وبناء عليه انا تقدمت لسعادتك بطلب الاجازه بتاعتي ونسقت مع زميلي اللي هيسافر معاه. عارف يا فندم. بس اللي ما تعرفوش انك هتطلع معاه الاجازه دي. مش فاهم يا فريد باشا، يعني انا مش هطلع اجازتي؟ لا لا لا، هتطلعها بس في صحبه معالي الوزير. يعني انا هاخد اجازه عشان اطلع احرس معاليه في اجازته؟ تبقى بالنسبه لي مش اجازه يا فندم. يا تيمور الاوضاع الامنيه غير مستقره اليومين دول. ايوه يا فندم انا عارف، وبناء عليه الحراسه على معاليه ضعفت. علشان كده هو اختارك انت بالذات لزياده الامان. وبعدين يا سيدي ما انت هتتفسح مع معاليه، وانت عارف انه معاليه بحبوح وبيحب يدلع نفسه ويدلع اللي حواليه. والله يا فندم ما عارف اقول لسعادتك ايه. شكرا جزيلا. يعني احنا مش هنطلع اسكندريه؟ حطي نفسك مكان. ايوه بس انا مخنوقه ومحتاجه اغير جو. ليكي عليا يا شفيقه، اول ما اخلص المأموريه هاخد اجازتي ونسافر اي حته. انت كل مره بتقول كده يا تيمور وما بتعرفش، وحتى لو عرفت هتكون اجازتي انا خلصت ومش هيدوني اجازه تانية. خلاص كل يوم بعد شغلك هفسحك فسحه شكل. وطبعا طول ما انت في المأموريه دي انا هتحبس بين اربع حيطان عشان حضرتك مانعني اخرج من غيرك ولا حتى اشوف صحباتي. كلمي صحباتك يجوا لك البيت واقعدي معاهم زي ما انت عايزه. تيمور انا قايله لك انهم كلهم مسافرين. ما تخليني اسافر معاهم. نعم يا اختي. والله تيمور مسافرين بنات بس، وهم ثلاث ايام في الغردقه، واوعدك اني مش هكلم حد ولا اقف حتى مع ولا ثلاث دقايق يا شفيقه. من امتى ان شاء الله؟ ما انا كمان زهقانه وهطق. طرشقي يا شفيقه وما تعليش صوتك عشان احنا في مكان عام والناس بتبص لنا. هاي ماي، ما اقدرش اسافر من غير ما اقول لتيمور حتى لو هنرجع قبله. مش دي البوينت يا بنتي؟ انا عمري ما خبيت حاجه على تيمور وما احبش اعمل كده. طب بصي بصي هكلمك اما اروح شقتي. باي باي. فيفي عايزك تدوقي الكيكه دي، بنات الملجا هم اللي عاملينها، طعمها فظيع فظيع. مش عايزه اكل حاجه. طلع لباباها حمش ومقفل وراسه انشف من الدكتور شول. عارفه لما كان عايش كان بيتحكم في كل حاجة ومحدش يقدر يعترض أبدا، بس ده مش ذكاء لأن أنا كنت بعمل كل اللي أنا عايزاه من غير ما أقول. طب يعني هو أنا لما أبقى عايزة أسافر أغير يومين مع أصحابي ده يبقى غلط؟ والله بالنسبة لي أنا وأنتي لأ، لكن بالنسبة لأمك وليه هو آه.
ممكن تيجي تقضي معايا شنطتي؟ وبعدين ادب يا ولاد. يا مامي كريم بيضربني. بس يا كريم ما تضربش اختك. مش كان الافضل يا فندم ان الولاد يجوا مع مامتهم في الطياره؟ يعني بدل ما يزهقوا مننا في الطريق. ما هم كانوا هيطلعوا، بس لما عرفوا انك طالع معايا شبتوا. اصلهم روحهم فيك بقى يا سيدي. ربنا يحفظهم المعاليك يا فندم. والله انا كمان روحي فيهم. اقعد يا كريم يا حبيبي، اقعد يا حبيبي، مش شايف الطريق ورايا؟ كل ده انت مش شايفته ولا عملت لك كده ولا. وبعدين يا ولد بابي عايز انتبه يا حبيبي. ما احنا كنا لسه في الريست، ما عملتش بيبي هناك ليه؟ معلش يا تيمور هتعبك معانا. الحمد لله على السلامة يا هان. الله يسلمك يا تيمور. ما تفرضي جوزك ده بقى. اسكتي خالص، انا مش عارفه انا طوعتك ازاي. اي تعليمات يا فندم؟ ايوه كده يا تيمور، فك واعتبر نفسك في بيتك. وعلى فكرة أنا مش عايز أشوفك بالبدلة غير في مصر. ده احنا في أجازة يا أخي، ولا ما بتحبش الأجازات؟ حد ما يحبش الأجازات يا فندم؟ بابي عايز أروح لخالد من ودي صحابي في الأوتيل. كلمهم هما اللي يقول لك يا كريم. بس أنت قلت لي أنت هتوديني. طب أنت عم عبده أنا خليه يوصلك. عم عبده راح يجيب السمك وبخلي تيمور يوديني. عيب يا كريم، ده الحرس بتاع بابي. بس هو زي مش أنت صاحبي؟ معلش أنا تعبك معانا يا تيمور. تأمرني معليك يا فندم. يلا كريم، يلا حبيبي. يعني انتي مش هتعومي؟ خلاص قلنا ما بلبسش مايو غير وتيمور معايا. امال جيتي الغردقه ليه طالما مش هتلبسي مايو ولا تنزلي البحر؟ انا مبسوطه كده. ده منظر واحده مبسوطه. ماشي يا مي، مش مبسوطه ومش هبقى مبسوطه طول ما انا حاسه اني عامله كده. انتوا كبروا دماغكم مني عشان تعرفوا تتبسطوا يا ستي. انا هكلم تيمور واقول له ان انا كدبت عليه وان انا في الغردقه، واللي يحصل يحصل بقى. ده تيمور. الو، اصلي ما سمعتوش. ما سمعتيش ايه؟ بقول لك كان خارج نطاق الخدمه. قصدي كنت نايمه في قفلاه. في ايه يا شفيقه؟ شفيقة انت بتعملي ايه هنا؟ بتعملي ايه في الغردقة؟ ما انا قلت لك يا تيمو ان مايو دينا جايين الغردقة. وانا قلت مفيش سفر. حصل ولا ما حصلش؟ حصل، بس انا كنت لسه حالا هقول لك قد ايه هم زنوا عليا عشان اجي الغردقة. انت لسه قايله لي انك نايمه في البيت في مصر. حصل، بس والله العظيم وروح اسالهم دلوقتي حالا. انا كنت بقول اني هكلمك واقول لك اني في الغردقة، ولو مش مصدقني تعالى اسالهم بجد. تعال يا تيمور، والله تعالى واسالهم. كريم
هتفضل رافض تكلمني كده كتير؟ من فضلك انا راجع تعبان من الشغل وعايز انام. وانا عايزه اتكلم يا تيمور، بقالي 10 ايام عايزه اتكلم معاك ومش عارف. عايز تتكلمي معايا في ايه يا شفيق؟ في انك كدبتي عليا وسافرتي من ورايا؟ ولا في انك بسببك كان ممكن يحصل لي كارثه في شغلي واتفضح؟ انت عايز تحملني اي مسؤوليه وخلاص؟ ما الولد ما حصلوش حاجه والوزير كافئك كمان. انا بيني وبين نفسي عارف اني قصرت يا شفيقه، ودي اول مره في حياتي اقصر في شغلي وانت السبب. ما انا كان ممكن اقول لك ان انا رايحه الغردقه مع اصحابي وما كنتش هتتفاجئ ولا اي حاجه، لو انت بس كنت قعدت اتناقشت معايا واقتنعت اني اسافر معاهم. انا ما اقتنعتش. انت حضرتك بقى متصرفه من دماغك وواخده اصحابك وطالعه الغردقه، ولا كان في حمار ليه كلمه عليكي. طبعا لو ما كانتش كدبتك دي اتفضحت كان زماني نايم على وداني ولا دريان بحاجه. لا يا تيمور، انا كنت هقول لك اني سافرت. بعمرك ما قلت لي انك كنت قافله موبايلك عشان كنت نايمه، مش كده؟ لا مش كده، انا كنت هقول لك وما بكذبش. انا اول ما سمعت صوتك في التليفون ارتبكت. ليه؟ عشان كدابه؟ لا مش عشان كدابه، عشان مش متعوده اخبي عليك حاجه. خبيت يعني كدبتي؟ ما كدبتش بقول لك. وبعدين انت اللي اضطريتني اعمل كده، من كتر ما كنت كل حاجه اطلبها منك تقولي لا عليها من غير حتى ما نتناقش. كان لازم تفهم ان كتر الخناقه دي هتخليني اعمل كده. زي ما كنت بعمل معاكي كنت بعمل مع نفسي واكتر يا شفيقه. طول ما انا فاضي وما عنديش شغل كنت ببقى ليكي وليكي لوحدك، حتى اصحابي ما كنتش بشوفهم. وانا كنت مضغوطه وكانت اعصابي تعبانه عشان الشغل والمذاكره، انت بقى المفروض كنت تراعي ده. انت مش شايفه اني غلطانه خالص؟ الغلط كان في اسلوب الحوار من الاول. يعني الغلط مني؟ ماشي يا شفيقه، ده اسلوبي ومش هيتغير، وانا شايف اني غلطانه ولازم تعتذري، وتعتذري وانت حاسه بالندم من جواكي كمان، وقبلت اعتذارك ما قبلتوش. يعني اعتذر عشان انت عايزني اعتذر؟ لا عشان غلطانه. وانت ما غلطتش؟ لا ما غلطتش. انا مش هعتذر يا تيمور، ومن هنا ورايح مش هقبل منك اي اوامر غير لما تسمع وجهه نظري الاول، ولا هسمح لك انك تمحي شخصيتي عشان انت عايز تعمل فيها السيد. ماشي يا شفيق، براحتك. براحتي يعني ايه؟ يعني انا ما ينفعش اكون غير السيد، وطالما انت مش قابلاني كده يبقى على الاقل هعمل حساب العشر اللي بينا واني مربيك على ايدي، ومن النهارده هعتبرك زي اختي. اختك؟ ايه اختي. ده ما يمنعش اني افضل امانك وظهرك وحمايتك والكلام الحلو اللي انت بتسمعيه لي طول عمرك. ماشي يا تيمور، زي ما انت عايز، براحتك. تصبح على خير. من يوم ما تيمور قرر حكاية إننا نبقى أخوات دي ما بقاش في حاجة في الدنيا ليها طعم. الأيام بقت تعدي شبه بعضها، ما بقتش أعمل حاجة في يومي غير إني أشتغل كويس وأخد فرق وأتنقل من وزير لوزير وأترقى وخلاص. بس برضو عمري ما عرفت أشوف بنتي في الدنيا غير شفيقة.
تعمل دراسات، تترقى، تاخد ماجستير، تبقى أصغر دكتورة في علوم البيئة، كل ده ولا كان بيفرق معايا. شفيقة بالنسبة لي هتفضل بنتي الصغيرة اللي كنت بمسك إيديها عشان أعديها الشارع. وحشتني ماسكة إيديها. صباح الخير، أنا شفيقة إدريس. اتفضلي يا سيادتك. تمام سيادتك يا فندم، وصول الدكتورة شفيقة إدريس حسب الموعد المحدد مع معالي في الطريق لسيادتكم يا فندم. عارف. تمام سيادتك. خير يا فندم. صباح النور، اتفضلي. اكيد طبعا عندك فضول وتساؤل انا حددت الموعد ده ليه. ما خبيش على حضرتك يا فندم، يعني انا ما نمتش من امبارح، يعني من ساعه ما مدير مكتب حضرتك كلمني في التليفون ما وضحليش ابدا سبب الزياره دي. التقارير اللي قدامي كلها عنك. عني انا؟ ما تتخضيش قوي كده، انا قصدي عن انجازاتك في مجال خدمه البيئه من ساعة ما كنت لسه طالبة في الجامعة. ده غير آراء كل الجهات والشخصيات المسؤولة في التقارير اللي بعتوها عنك. تقاريرهم عني؟ طبيعي إننا نطلب تقارير متابعة وتقارير عمل وتقارير شخصية كمان. الحقيقة عمر ما جالي إجماع على مرشح زي الإجماع اللي جالي عن ذكائك وإخلاصك في كل ما يتعلق بشؤون البيئة وعن أخلاقك واستقامتك كمان. حضرتك قلت مرشح؟ أيوة يا دكتورة، مع إنك صغنونة قوي على دكتورة دي. الحقيقة يعني حضرتك رغم التقارير الإيجابية اللي جات لحضرتك عني وعن ذكائي على حد أقول حضرتك يعني، بس الحقيقة حضرتك برضو أنا لسه مش فاهمة حاجة خالص حضرتك. دكتورة شفيقة، أنت طبعا متابعة الحركة السياسية في البلد في الفترة الأخيرة. الحد كبير يا فندم. ولحظة إن الكوادر الشابة بقى لها مكان واضح على الخريطة بشرط الخبرة وحسن الأداء طبعا. طبعا يا فندم عندك حق. فهمتيني؟ لا. ادخل. أبشر يا تيمور. ربنا يستر يا فندم. التعديل الوزاري الجديد قدامي أهو. وطبعا بناء عليه سعادتك وزعتني على الساده الوزراء الجدد. ده حقيقي. ويا ترى سعادتك فاكر اني كنت طلبت من حضرتك انك نفسك في وزير ما يكونش محاط بالمخاطر؟ هي كل الحكايه ان انا محتاج فعلا اني ارتاح ولو لفتره مؤقته. سعادتك سيدي عارفين يا فريد بيه، انا كل الوزراء اللي خدمت معاهم وزراء من العيار التقيل، واظن ما فيش ضابط حراسات تحمل المسؤوليات اللي انا تحملتها يا فندم. انا فاهم ومقدر جدا يا تيمور. وان كان تفانيك وادائك لعملك على اكمل وجه هم اللي كانوا بيجبروني على اني اصدرك للمهام الصعبه، لانك قدها وقدود. ده شرف ليا يا فندم. ورغم كده انا رعيت طلبك المره دي. امال انا بقول لك ابشر ليه؟ بغض النظر يا فندم عن موضوع ابشر ده. تيمور، انا عينتك في حراسه وزير شؤون البيئه. وزاره خفيفه ولطيفه فعلا يا فندم. ولسه المفاجاه لما تعرف عنوان الوزير. الوزير ساكن في 28 شارع 14 بالمعادي. 28 شارع 14؟ ده عنوان بيتنا يا فندم. عارف، عشان تعرف اني بعتبرك ابني يا تيمور. ويا ترى مين بقى عندنا في العماره بقى وزير يا فندم؟ انكل سليمان الشافعي اللي في التاني؟ لا يا تيمور. انا قلت كده برضه، ده راجل سكري وبتاع نسوان، ده شبهنا يا فندم في العماره. معالي وزير البيئه واحده ست يا تيمور، وساكنه في التالت. انت حضرتك هتحيرني ليه يا فندم؟ انا ساكن في التالت. امي مثلا بقت وزيره؟ معاليها تبقى الدكتورة شفيقة إدريس. نعم. مالك فيها يا تيمور؟ شفيقة دي عيلة صغيرة يا فندم. عيلة يعني إيه؟ دي دكتورة. على نفسها مش عليا. جرالك إيه يا تيمور؟ فريد باشا،
سعادتك لسه قايل ان حضرتك بتعتبرني زي ابنك، لو انا فعلا زي ابنك اعفيني من الموضوع ده نهائي. اعفيك يعني ايه؟ هو انا بقولك تعالى معايا دريم بارك؟ قرار تعيينك اتمضى خلاص وراح على مكتب معالي الوزير. نهار اسود، كان لازم سعادتك تاخد رايي في الموضوع ده. انت نسيت نفسك ولا ايه يا تيمور؟ نفذ الاوامر. تعليماتك يا فندم. بس شفيع ادريس وزير يعني. على فكرة اسمها شفيقة ميمون إدريس. ها ها الأخبار؟ ده اتجنن خالص، قافل على نفسه الباب وعمال يكسر في كل حاجة قدامه. احنا برضو بنتنا يا فيفي لما سمعنا كلامك وخبينا عليه موضوع الوزارة، ما كانش ينفع أبدا يعرف من بره. طب ادعيلي بقى. ربنا يستر. قلت سيبوني لوحدي. أنا شفيقة. اسمعي بقى، تبقي وزيرة تبقي رئيسة جمهورية ده شيء ما يخصنيش، فاهمة ولا لأ؟ ومن بكرة الصبح أول حاجة تعمليها كوبي تغيير طقم الحرس بتاعك وبدون إبداء أسباب. أنا كنت فاكراك هتفرح لي وتبارك لي يا تيمور. أفرح لك أضرب نفسي طلعة، مالكيش دعوة بيا يا شفيقة. ماشي تيمور براحتك، بس أنا عايزة أفكرك بوعد أنت كنت وعدته لي. فاكر من 7 سنين موعد لما كنا على البسطه، يوم ما قررت ان احنا نبقى اخوات؟ ما ينفعش تدخن وانت بتنهج كده. انتي مالك؟ ادخن ولا اولع في نفسي؟ طب اهو يا شفيق، اهو 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 يا شفيق، اهو اهو يا شفيق، مالكيش دعوه بيا. لا ليا دعوه بيك يا تيمور لانك تهمني كاخ يا سيدي على الاقل. كنت فاكره ان انا كمان اهمك لانك يوميها قلت انك هتفضل اماني وحمايتي، بس واضح بقى ان ده كان كلامه بس. انا عمري ما كنت بتاع كلامه بس يا شفيق. لا كان كلامه بس يا تيمور، والدليل اهو انك بترفض تبقى اماني وحمايتي. عموما براحتك يا تيمور، انا هنفذ رغبتك وهطلب تغيير طقم الحراسه كله. ما دام انت كده هتبقى مطمن عليا وتحس ان انا في امان مع حد غيرك، ونعمل اخوه يا تيمور بيه. تصبح على خير. اه والله يبارك فيك، متشكره جدا. خد دي بتاعتك. استنى. تيمو بون شانس. خش جوه يا ماما، خش جوه واصطبحي قولي يا صبح. كان نفسي اشوفها وهي وزيرة. خش جوه يا ماما. انتوا حبيبتكم بيقولوا على ايه؟ لا يا حبيبي بعد الشر، ده انا ببخر واحنا هنسلم من عينين الناس. بكره يقولوا بنت ميمون ادريس بقت وزيره. استرها معانا يا رب. تعالى حبيبي امرقيك. مش ممكن يا ماما، ريحه البخور خنقتني. معليك احنا جاهزين تحت يا فندم. انا كمان جاهزه. طيب بالنسبه الجيبه دي مش قصيره شويه معليكي؟ لا مش قصيره. ما تعطليناش يا ماما. اه اه ماشي ماشي، اجهز الكرب. بص قدامك. خلاص يا معالي الوزيرة اتفضلي. ايه الحركات البلدي بتاعتك دي يا توحة؟ الشيكة مش هتنفعنا يا متيحة لما الولاد يتصوا عين، دي العين فلقت الحجر. 10 دقايق ونوصل الوزارة. كنت هموت واشوفك وانت بتشتغل. مصطفى هيبقى سواق معاليك الخاص، وطبعا تحت امر معاليك طول الوقت. اهلا يا استاذ. قول الملاك يركن يمين، خلي الملاك يركن يمين.
يا ريت تبص قدامك للطريق. ماشي ماشي ماشي، امر ما عليك. الوزارة تشرفت بيكي. ميرسي قوي. أنا هاني كمال مدير مكتب سعادتك، تقدري تعتبريني بعد إذنك دراع معاليك اليمين. شكلي هقطع دراع معاليك اليمين. أهلا وسهلا يا أستاذ هاني. لا أستاذ إيه؟ هاني. هاني بس يا دكتورة، ولو إن معاليكي صغيرة قوي على الدكتورة دي. حبيبي رائد تيمور صلاح الكاتب، قائد حرس معالي الوزيرة. أهلا. أهلا يا أستاذ هاني كمال، اتفضلي معاليكي. ثانية واحدة، ده أبسط تعبير عن سعادتي بتوليك المنصب الجديد. ميرسي أوي. اتفضلي. مش يا تيمور مش كده؟ لا يا شفيقة ما بتحلميش، انت تستاهلي اكتر من كده. مفيش وزراء بيعيطوا على فكرة. عايز مرقعه وتشوفي شغلك. اصل معاليها عندها حساسية. في ايه؟ في ان حضرتك راحت عليك نومة وانا جاهزة من بدري. اروح اجتماع الرئاسة ايه متأخر عشان نمسيتك كحلي؟ انا مش عارف ازاي ما سمعتش منبه. طنط مديحة بتقولي انك نمت بعد الفجر. حسب كده شوية. ايه اللي ما نايمكش بدري؟ وانتي مالك؟ مالي؟ لا ليا دعوة طبعا، لان شغلتك انك تبقى جاهز ومستنيني قبل الميعاد، مش انا اللي اجي واصحيك. انا اسف معاليكي، تقدري سعادتك تشوفي ايه الجزء المناسب وتطبقيه عليا. انا هكتفي بلفت نظرك. شكرا لكرم اخلاقك. وعموما كلها 10 دقايق وابقى لابس وجاهز، وتوصلي اجتماع الرئاسة في ميعادك، اي خدمة تاني؟ مش صح انك تشرب سجاير اصلا، وخصوصا على الريق. ما انت لو حصل لك اي حاجه شغلي هيتاثر. استني معليكي. افند هتروح اجتماع الرئاسه كده؟ كده ازاي يعني؟ اللي كده ازاي؟ صدرك كله طلع بره. التوب يتزحلق والله. وبعدين انا عندي اجتماع مع اهم كوادر في الدوله وهناقش قرارات مصيريه، مش معقول يعني هيسيبوا كل ده ويبصوا على التوب اللي بيتزحلق. ولتاني مره بلفت نظرك يا سياده الرائد، يا ريت تلزم حدود وظيفتك وما تتخطاهاش. انا مش قابله نقدك وملاحظاتك على لبسي وتصرفاتي. أنا ما بقتش صغيرة، أنا بقيت وزيرة. أهلاً أهلاً يا جيبو، صباح الخير يا حبيبي. صباح الخير يا تحية هانم. يا هانم دي؟ أنا توحى يا ولد. يا ريت سعادتك تبلغي معالي الوزيرة إن الركاب جاهز تحته في انتظار معاليها. ايه واد ده؟ مالك عامل زي الانسان الآلي كده ليه؟ بحاول التزم حدود وظيفتي وما تخطاهاش. دي اوامر معاليها. لا معاليها هناك في الوزاره يا حبيبي، هنا انا اللي امره بس. ادخل. ايه دول يا ماما؟ مربة مشمش، انتوا جوز بتحبوها. اللبس كده كويس ولا فيه اعتراض تاني؟ انا ماليش اني اعترض على معاليكي، ده خارج حدود وظيفتي. اتفضلي معاليكي. باستا يا باشا.
أنا آسف. حدود منصب معاليكي أعلى بكتير قوي من إنك تعتذريلي. العفو يا معالي الوزير. ما أنت لما بتستفزني بضطر أستفز. بضطر إيه؟ أستفز. على فكرة أستفزك بالفه مش بالقاف يا دكتورة. يا باي يا استفايق شد شوية، عايزين نوصل في خلال 5 دقايق، متأخرين. يلا كان عندي حاجة فرحانة بشفيقة اللي مربيها على إيدي دي، وأنا شايفها بتكبر وبيبقى لها كلمة، وحاجة غيرانة على شفيقة حبيبتي اللي طول الوقت عايز أخبيها في حضني وتبقى بتاعتي أنا بس. يلا الله أنا كنت زيك كده يا معالي الوزير، ما كانش عندي أي فكرة عن الموضوع، لكن دي مسألة كبيرة وخطيرة، وضحيلها أكتر. على قد ما كنت فرحانة إن حكاية الحراسة دي هتخليني مع تيمور أطول وقت ممكن، على قد ما عمري ما حسيت إن تيمور وحشني قد الأيام دي. أقصد تيمور حبيبي، مش اللي عمل فيها أخويا ده. تلاقيه لسه بيصل. هو مين ده يا ماما؟ امام الجامع. طب تعالي دوقي كحك امك اللي مالوش زي. مش عايزه اكل حاجه يا ماما. حرام عليك اللي بتعمله فيها ده. طوع ده يتيم ويبون فات مرشري. يلا صباح الخير. صباح الخير. دلوقتي انا لقيت دي قدام باب الشقه، يعني ممكن يبقى فيها قنبله ولا حاجه. ست الرقد ما تخافيش يا معالي الوزير، متامنه كويس. كل سنه ومعاليكي طيبه. ده بمناسبه يعني عيد الكحك. والله احسبيها زي ما تحسبيها، بس انا برضو يعني مش مطمنه. ممكن حضرتك تفتحها يا ست الرقد؟ ما انا قلت لك متامنه كويس، ومع ذلك افتحها لك يا معالي الوزيرة. اتفضل. ايه ده؟ راجل؟ ما انا قلت الهدية لازم تبقى وقورة عشان تليق بمنصب معاليك الجديد. زمان لما كنت شفيقة البنوتة كنت بجيب لك هدايا بناتي، لكن دلوقتي معاليكي تبقي سيادة وزير شؤون البيئة، يعني المسمى الوظيفي ذكوري. يعني انت دلوقتي شايفني راجل؟ العفو انا قلت كده، أنا شايفك معالي الوزير. أوكي ميرسي أوي يا سيادة الرائد. صديقاتي وبناتي، يشرفني أن تكون معنا اليوم ضيفة عزيزة على قلوبنا جميعا وعلى قلبي أنا بشكل خاص، معالي الوزيرة شفيقة إدريس.
اتفضلي يا فيفي، الميكروفون معك. مساء الخير. انا كمان مستغربه الوضع جدا، لان طنط مديحه ولا اقول يا طنط ديدي احسن؟ لا قولي لها يا ديحه، احنا كلنا بنقول لها يا ديحه. الحقيقه انا بعتبرها مامتي التانيه، فبالتالي انا مش هقدر اعتبر ان ده يعني لقاء رسمي ولا حاجه. بما ان احنا كلنا ستات في بعض ممكن نعتبرها دردشه. وتفضلوا، اللي عندها سؤال تتفضل. انا مش هسالك انت عندك كام سنه، لان ده سؤال بيضايقنا كلنا، بس احنا كلنا شايفين انك لسه بيبي خالص على انك تكوني وزيره او دكتوره. انت لحقتي تعملي كل ده امتى؟ الحقيقه ان انا كنت متفوقه في دراستي قوي، فعملت دراسات كتيره في سن صغير، وابتديت كمان حياتي العمليه بدري. طب والحياه العاطفيه؟ اظن اللي كان بيعطلنا كلنا عن المذاكره والتفوق هو الحب. تليفونات طول الليل وفصح طول النهار، ما عملتيش كده؟ لا عملت كده طبعا. اظن ان انا عشت احلى قصه حب في العالم، بس الانسان اللي انا حبيته كان بيشجعني على المذاكره وبيحفزني ان انا ابقى متفوقه، وكنا بنحب طول الليل في التليفون وبنتفسح برضه. وراح فين الشخص ده؟ ينفع ما جاوبش؟ حطيه قدام الامر الواقع واندهيله في المايك. صح. يا جماعه، طبعا كلكم عارفين ان فيفي زي كل الوزراء ما ينفعش تمشي من غير حراسه، وبتهيألي ان في ناس كتير منكم عارفين كمان ان الضابط اللي بيحرسها هو ابني حبيبي تيمور. لو سمحت اتفضل. كبر يا ديحة، كبر يا ديحة، فضيحة. بتسقفي على ايه اللي انت هبتيه ده يا ماما؟ اتفضلي. ممكن حضرتك تشرح لنا ازاي بتحرس وزيره ست حلوه زي القمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سعادتك، انا بحكم التعود يعني انا ومعالي الدكتوره الوزيره شفيقه ادريس من زمان جدا يعني من جيران من واحنا صغيرين. وزي الاخوات. زي الاخوات من واحنا صغيرين. فأنا بالنسبة لي ما بشوفهاش حلوة ولا وحشة، يعني حضرتك أنا بأدي مهمتي وبأدي شغلي، فهي بالنسبة لي وزير زي الوزراء اللي أنا خدمت معاهم. يعني تقدري تقولي حضرتك بالنسبة لي هي معالي السيد وزير البيئة. أنا هتجنن يا طنط، هو خلاص صدق إن إحنا إخوات بجد ولا إيه؟ اسمعي كلامي ونفذ الخطة اللي قلت لك عليها، مفيش حل تاني. طب بس عشان شكله صحيح. ايه ده؟ معالي الوزيرة منورانا؟ صباح الخير. صباح النور. صباح الخير يا ماما. بونجور يا قلبي. عايز افطر. غير ريقك بس على أي حاجة، واستنى ساعة واحدة، ماما عاملة لك فتة ومنبار على الغدا. تسلم إيدك يا توحة. تسلم يا حبيبي. الله، إيه؟ ما بتاكلوش ليه؟ اصلا في موضوع عايزين نحكيه لكم. ما تكسفنيش بقى يا طنط. اصلا في عريس متقدم لشفيقه. نعم، عريس مين بقى ان شاء الله؟ اصلا حرم ست السفير محمد الفيومي شافتها في الندوه الاخيره بتاعت الجمعيه، ما شالتش عينها من عليها، صممت بقى تخطبها لابنها، شاب هايل وقريب هيبقى كونسل. كونسل؟ وانت رايي معاليك ايه؟ انا معرفوش يا ماما، يمكن لو اتعرفت عليه يطلع كويس. تتعرفي على مين يا بنت ميمون؟ ده شاب هايل يا توح. هايل لامه ونروحه مش ليا. غريبه، انت مش رايك دايما ان البنت مثالها لجوزها ولبيتها؟ غيرت رايي يا مديحه، انا عايزه بنتي تفضل قاعده جنبي لحد ما تشيب وتقتب واسنانها تقع. سوري يا توح، انت غريبه قوي، انت يعني ما نفسكيش ان شفيقه تتجوز ويبقى عندها اولاد صغننين كده بيتنططوا حواليكي ويقول لك يا انا وتطمني عليها وتشوفيها في بيتها ومسنودة على جوزها، واحنا يعني هنعيش لهم طول العمر؟ بتتكلم صحيح يا تيمور، انت ايه رأيك في الموضوع ده؟
والله ده موضوعك لوحدك يا شفيقة. ازاي بقى؟ انت مش اخويا؟ ما هو لو عجبك انا اللي هعملك عنه تحريات، طبعا مفيش حد هيشهد العقد غيري. يعني انت موافق؟ هو انا اللي هتجوز؟ ده معليكي توحة. مباراة يا نبيل. ايوه المباراة الطويلة اللي نايمة. ها هتسيبها تشوف العريس؟ والله بقى تشوفه ما تشوفوش. كلام امك واجعني يا تيمور. على رايها يا دنايا احنا مش عايشين لكم العمر كله. نفسي اشيل عيالكم زي ما شلتكم وانتم صغيرين. هاي يا حبيبي هتعمل ايه؟ لسه كنت جاي اخد معاليكي والركاب جاهز تحت. اللبس فيه حاجه ملفته جدا افندم. قصدي في منتهى الشياكه. من زمان قوي ما شفتكيش لابسه بناتي كده. يعني مش مسترجله؟ قطع لسان اللي يقول عليكي مسترجله. طب ممكن اطلب طلب منك قبل ما ننزل؟ تأمري. ممكن تمشي السواق والحرس ونروح الفرح بعربيتك؟ ده فرح صاحبتي يا تيمور، مش طالبه يعني رسميات. فرح مين؟ صاحبتي. يبقى نروح بعربيتي. اتفضلي مع الوزير. ترابيزات الوزراء هناك اهي. عليكي هتقعدي معاهم طبعا. لا هقعد مع اصحابي. لا هتقعدي مع الوزراء. لا شفيقه وحشتيني. وانت كمان. معقول زيك؟ ولا اقول لك يا معالي الوزيره؟ لا طبعا قولي لي يا شفيقه. تيمور ازيك؟ فاكرني ولا لا؟ دينا. اهلا وسهلا يا انسه دينا، عقبال عندك. انتوا قاعدين فين؟ قاعدين هناك. هو انتوا ما اتجوزتوش ولا ايه؟ هو انت اتجوزتي؟ واتطلقت، قررت اني اعيش حياتي على مزاجي. طارق جوزي. الوزيرة شفيقة إدريس كانت معانا في الجامعة. مبروك. الله يبارك فيك. أنا هخرج أستنى مع زمايلي بره. أقعد أرجوك يا تيمور، خليك جنبي. ما ينفعش، الحرس كلهم واقفين بره. استنى يا تيمور، خدني معاك. سلامتك. استنى يا تيمور أحسن، إيه ظهر كده إن كعب جزمتي اتكسر؟ طول عمري ما بحبش ألبس الجزمة اللي بكعبتي أبدا. خلاص اكسري الكعب التاني عشان ما تمشيش تلقي، تمشي سوا واحد. يا لهوي على الاحراج. الله، انت ما رحتيش التواليت ولا ايه يا دينا؟ لا شفتي يا شفيقه كعب جزمتي اتكسر، مش عارفه اعمل ايه. يا خبر. طب وانت هتحل لها المشكله دي ازاي يا تيمور؟ اعمل ايه يعني؟ دي جزمتي. طب انا عايزه اروح التواليت يا تيمور، اسندي يا دينا عليا يا حبيبتي. لا لا روحوا انتوا، انا هرجع الترابيزه. ها اهلا يا وزيره. ازيك عامل ايه؟ ازيك يا رامز؟ ازيك يا معالي الوزيره؟ ازيك يا تيمور بيه؟ يعني ما شفناكمش من زمان. طيب ايه؟ خلاص روح انت يا تيمور، انا هرجع الترابيزه مع رامز. ممكن تقف مع زمايلك كمان شويه لو حابب. اصل انا مش وزيره دكتاتوره خالص. تعالى يا رامز، جروب كله هنا هيفرحوا موت لما يشوفوا.
يا ريت كل الانسات تتفضل معانا على الميز هنا. يا ترى دينا عملت ايه في مشكلة جزمتها؟ ما تكلمها تطمن عليها، هي ما ادتكش نمرتها ولا ايه؟ لا الحقيقة ما ادتنيش الرقم. ما تكلمي رامز تاخدي منه النمرة. انت متغاظ من رامز ليه بقى ان شاء الله؟ اتجننتي ولا ايه؟ رامز ده ايه اللي هتغاظ منه؟ بعدين الراجل النهارده عدى لعب وازح، محدش يقدر يلومه. دوره الباقي بقى اللي فرح فرحة لهبل ورايل أول ما شافه. أنا قلت لك قبل كده هتستفزني هستفزك. أنا ما استفزتكيش يا شفيقة. انت اللي خليتي منظري ومنظرك زي الزفت. وانت يعني يهمك منظري قوي؟ مش عشرة عمر، اخوات. لا مش اخواتي يا تيمور. امك اسمها مديحة وامي اسمها تحية وابوك اسمه صلاح وابويا اسمه ميمون. بسم الله ما شاء الله، ميمون بقت تطلع هي من غير عقد نفسية. ما تغيرش الموضوع يا تيمور، انا ما بهزرش. انت فعلا شايف ان احنا اخوات؟ ما ترد. يلا نروح. تيمور. انت لسه بتحبني. يلا نروح. يا معالي الوزيرة. شفتي الصورة دي يا دكتورة؟ ايه تعليقك عليها؟ مش مضايقاني الصورة يا فندم، كنت معزومة في فرح محترم مدعو عليه أكتر من وزير، ومتصورة وأنا بضحك وماسكة ورد. يعني حضرتك لا لابسة بدلة رقص ولا ماسكة كاس في إيدي ولا حتى سجارة. معليك يعني عندك أي تعليق عليها؟ مكتوب في الخبر انك وقفتي وسط البنات ورا العروسه وانك لقفتي بوكيه الورد. بمجهودي الشخصي يا فندم وبمنتهى النزاهه ومن غير اي نظريه مؤامره بيني وبين العروسه دي، حتى العروسه كانت مديانه ظهرها وما تعرفش انا واقفه فين. ما اظنش سيادتك يعني ان في اي دستور بينص على ان الوزير ممنوع يقف ورا العروسه ويلقف الورد، ولا حتى اي قانون او عرف بيمنع ده. احنا بشر معليك ولا ايه؟ ماشي يا شفيقة. أول مرة حضرتك يعني ما تقوليش يا دكتور. عشان فكرتيني بمناقشتي مع بنتي لما بعارضها في تصرف من تصرفاتها وهي مش موافقة إنها غلط، بتقاوحني بالمنطق وأنا ما بقاش عارف أرد عليها إزاي. ده شرف ليا يعني إن أنا أبقى زي بنت حضرتك.
ده شرف ليا انا لو بنتي طلعت زيك يا دكتوره. ابشر يا تيمور. ابوس ايدك يا فندم، الدنيا صيام وانا مش حمل اي صدمات. يبقى هخش لك في الموضوع على طول. المطلوب منك تلغي اجازه العيد السنه دي. معالي الوزيره هتسافر المؤتمر الدولي للحفاظ على البيئه. انت ما عندكش خبر ولا ايه؟ انا عندي فكره عن المؤتمر يا فندم، بس ما كانش عندي خبر بميعاده. هما لسه باعتين فاكس لمعاليها بميعاده النهارده، اول يوم العيد، يعني بعد حوالي 3 اسابيع. امر لله يا فندم، ما انا ما اقدرش اقول للشغل لا. رغم اننا تقريبا كنا ما بنكلمش بعض واحنا طالعين السفريه دي، بس انا كنت فرحانه فرحة بنت عندها 15 سنه طالعه مع زميلها اللي بتحبه رحله مع المدرسه ومن غير مشرفين كمان. اصعب حاجه في الدنيا لما تبقى بتعشق واحده وعارف ان هي كمان بتموت فيك، ورغم كده مش عارف تاخدها في حضنك. اصل هاخدها في حضن ازاي؟ دي وزير. It's obvious that your excellency guards are very accurate in their job. Oh yeah, he is. And we organized a dinner tonight for all ministers, and of course your highness will honor us with your presence. I don't know, it's been such a long trip and I haven't slept for the past 24 hours. I really don't think I can make it. انت عارف انت لطاني هنا بقالك قد ايه؟ معلش معليكي، كنت بعمل شغلي، كنت بأمن الجناح بتاع معليكي ومداخل الفندق ومخارجه والطقم بتاع الفندق. طب يلا عشان انا تعبان. اتفضلي معليكي. ايه بقى اللي حصل دلوقتي حالا ده؟ ايه اللي حصل معايا؟ البنت غمزت لك. غمزت لنا؟ ايوه يا تيمور، انا شفتها، انا مش عاميه. ان شاء الله تصف نظر لو كانت غمزت لي. ان شاء الله. ها اتفضلي، جناح معاليكي. وانت اوضتك فين؟ الاوضه اللي قدام جناح معاليكي. طب اتفضل. ما يصحش لما اطمن على سعادتك. ادخل اوضتك يا تيمور. اوامرك. اتلم. سنة وانت طيبة يا شفيق. ميرسي يا تيمور، وانت طيب. ايه رأيك بقى لو تغيري هدومك واخدك افسحك في البلد شوية؟ طبعا. يلا. وحشتيني يا شفيق. وانت كمان يا تيمور. بصراحة بقى عمري ما عرفت اعتبرك اختي وخالتي وامي والهوهوة اللي كنت بقولها دي. وبصراحة اكتر خلاص بقى مش قادر اصبر اكتر من كده. حبيبي يا تيم، الا صحيح يا تيمور، انت السنه دي جبت لي عروسه لابسه فستان فرح وطرحه، يا ترى ده يعني ليه مغزى معين ولا عادي كده؟ ليه مغزى قوي وواضح
ومباشر كمان. بحلم يا شفيقة، بحلم اليوم اللي تلبسي لي فيه الفستان الأبيض طرحة. بس خايف الحلم ما يتحققش. ليه تيمور ما يتحققش؟ لأنه ببساطة ما ينفعش أبقى بشتغل حارس عند مراتي. أي نعم لو اتجوزنا هشيلك في عينيا، بس من غير تكليف من الداخلية ولا بمرتب يا معالي الوزيرة. هو ده بقى السبب اللي كان مخليك تعذبني طول المدة دي؟ هو كان معذبني أنا كمان وحياتك. بس أنت كنت فاهمة كل حاجة بقى، ما تعمليش نفسك مش واخدة بالك. أيوة، بس كنت مستنياك أنت اللي تيجي وتقول لي. كانش ينفع. كانش ينفع أبقى أناني يا شفيقة. أنا شايف إن بتكبري قدامي ومركزك بيكبر. كنت هقول لك إيه؟ اتنازلي عن الوزارة عشان أتجوزك؟ اتنازل عن الوزارة؟ أنت شايفة لها حل تاني؟ وأنت مش شايف لها حل غير إن أنا اللي اتنازل؟ شفيقة، أنت عارفة لو حد شم خبر إن في أي علاقة بينا إيه اللي ممكن يحصل؟ هتبقى فضيحة. خلاص، أنا أول ما أنزل مصر هطلب إن أنا أغير الحراسة. ماشي يا ستي. فرضنا ان انت غيرت قائد الحرس بتاعك وانا اشتغلت مع وزير تاني، شكلي هيبقى ايه بقى لما تتقابلي انت ومعالي الوزير التاني ده في اي مناسبه، فرح مثلا، هقعد جنبك على الترابيزه بصفتي جوز معالي الوزيره ولا هقف استنى بره مع زمايلي؟ مش هروح الفرح يا شفيقه. انا ما بهزرش، ما تتفهيش كلامي من فضلك. بلاش فرح، افرضي عندك مؤتمر، هي اجتماع في المجلس. انا بصراحه ما اقدرش استحمل كده يا شفيقه. يعني يا اما انا اتنازل على الوزاره يا اما ما نتجوزش، لكن ما ينفعش انت تتنازل. صح، ما انت الراجل هتتنازل ازاي؟ يبقى تلغيني وتقتل طموحي. ومش مهم ان في مليون ضابط حراسه زيك، وانا وزيره وناجحه واللي زيي قليلين في الدنيا، لكن انا برضو اللي اتنازل. خدي بالك من كلامك يا شفيقه، انا ما ينفعش يتقال لي الكلام ده. وبعدين انا ما قلتلكيش اتنازلي، انا بحاول ادور معاكي على حل. انا مش هتنازل على الوزاره يا تيمور، انا عايزاك انت مره واحده بس تتنازل عشاني. يا سلام، وانا عمري ما اتنازلت عشانك. ده انا من يوم ما معاليكي قعدتي على الكرسي وانا مقضيها تنازل، ولا نسيتي؟ وانا مش هسيب الوزارة يا تيمور، ولا حتى عشان بحبك. يبقى خلص الكلام كده يا معالي الوزيره، ويدوبك بقى نلحق نرجع الاوتيل عشان تنامي بدري وتقومي تصحي للمؤتمر بتاعك. وبرضه لما ترجعي مصر هتطلبي تغيير طقم الحرس، في مليون ضابط زيي يقدروا يحرسوا القليلين الناجحين اللي زيك. جاهزة معالي؟ Introduce you to our Minister of Environment. It's an honor, sir. Your Excellency, Her Excellency, the Egyptian Minister. Welcome all, Excellency. Thank you.
пожалуйста, с какой целью вы прибыли на эту конференцию? What is the main objective of this conference? Oh, it's to discuss the environment and the global warming. And I hope we reach to a point where all the countries will be satisfied with what we are going to do, especially my country. Спасибо большое. Thank you very much. Thank you.
ministers. You don't want to talk. I'm gonna make you talk. Talk! Talk! One! Зачем вы нас похитили? Кто вы такие? Какие ваши требования? В свое время все узнаете. Ваше превосходительство. Саша! Саша арестован. Ты кто? Где министры? Хорошо, что ты позвонил, господин полицейский. У меня есть требования. Прежде всего нужна гарантия, что с министрами все в порядке. Это бессмысленная затея. Имеет смысл. Я тебе это докажу. Ensure him that you are okay, Your Excellency. I'm Shafia Idris, the Egyptian minister. Are you okay, Your Excellency? Yes, I'm okay. And the ministers? They're okay too. Давайте не будем терять время. Я отпущу ваших министров после того, как Филипп Филатов будет на свободе. Какие у меня гарантии, что вы освободите министров? Никаких гарантий. Если Филиппа не будет здесь через час... Это будет стоить жизни вашим министрам.
все прошло чисто. Да, вроде все нормально получилось. Но надо быстрее сваливать. Что будем делать с министрами? Оставим здесь? Конечно. Не возьмем же мы их с собой. Давайте быстрее. Say guns down. Okay. Oh, okay. If the ministers are to die, we're all going to join them. My advice to you is to release them right now. No.
I said right now. Yes. Move. I promised you, you're gonna die. And you're all gonna die! على الاخر كنت زعلانه لما كنت بقول لك هبقى زي اخوكي. اديني بقيت اختك. وكان جرى لك حاجه كنت هموت. هذا الشر. انا اللي عمري ما كنت اسامح نفسي لو كان جرى لك حاجه. ده انا امانك وحمايتك يا مال الوزير. ما تقولش مال الوزير. أنا لا عايزة منصب ولا عايزة الوزارة. أنا عايزك أنت تيمور. ما تتفضلي معانا. بحبك يا شفيق. الله يبارك فيك. ميرسي. ميرسي يا مايك. مبروك يا سيدي. عقبالك عقبالك. ربنا يخليك. الف 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 مبروك. الله يبارك فيك. مبروك. ميرسي يا رامز. الله يبارك فيك. ميرسي يا رامز. الف مبروك يا تيمور. الله يبارك في حضرتك. الف مبروك يا شفيق. الله يبارك في حضرتك. ربنا يتم بخير ان شاء الله. الله يخليك. الله يحفظك. الف مبروك معاليك. والله والله احلى عروسه شفتها في حياتي. ولو ان الوزاره خسرت معاليك. بس بيتها وجوزها كسبوها يا استاذ هاني كمال. طبعا يا استاذ طبعا. الف مبروك. الله يبارك فيك يا سيدي. ايه بيتها وجوزها كسبوها دلوقتي؟ احنا متفقين ان انا هشتغل. مش معنى ان انا سبت الوزاره ان انا هقعد لك في البيت يعني. انا الراجل وانا اللي اقرر يا شفيق. يعني ايه يا تيمور انت راجل وانت اللي تقرر؟ يعني زي ما سمعت كده يا شفيق. لا بس انا كمان عايز اشتغل يا تيمور. ما تشوحيش قدام الناس لو وقعت. تيمور تيمور من فضلك ما تسحبش كلام. لو قلت لها هتشتغل قبل ما تتجوز. ايوه يا طن. جرى ايه يا متيح؟ يعني هو غلط في بخاري ولا غلط في المدام؟ وبعدين انا مش عايز اسمع صوت حد.